ماتش تجهيز صعيب في السيركونستانس الكل، حتى كان كلاب هذا قبل ما تدير مباراة صعيبة، التاريخ على ذلك والمنافس الكل يعرف الصعوبة تاع ملعب جرجيس وخاصة مستوى فريق طارق جرجيس وفريق محترم برشا. ناوي شفت البرفورمانس اللي عملها السنة في الكوب، عمل برفورمانس باهية، لاعبين في المنتخب الأول، لاعبين في المنتخب الأولمبي، فمعناتها معناتها فريق محترم برشا يقلق الناس الكل كوسوا في الميدان ولا حتى برا الميدان. وإحنا اليوم مباراة دونك تدخل في إطار البطولة، مباراة مجموعة لاعبات أخرى أهميتها اليوم في كونه النادي الأفريقي خارج من الهزيمة في مباراة في مباراة الديربي. أكيد المدرب حكى مليح المباراة وحضر مليح، وإحنا كمديرة نحاولوا معناتها نعطوا المساج للعب العام اللي هي صحيح مباراة مهمة، نحاولوا ناخذوها بجدية حتى في الرؤية ليها، معناتها مش مباراة مصيرية أول حاجة، مباراة صعيبة في لي سيركونستانس الكل تكون صعيبة، حتى كان فايزين في الدربي تكون مباراة صعيبة وتكون الأهمية نتاعها 3 نقاط. نحاولوا ناخذوا الجانب هذا بعين الاعتبار الناس الكل باش ما يصيرش كي الضغط نتاع لافون ماتش تاع يلزم نربحوا، كل مباراة لازم نربحوها، لكن نتعطاو معاها أقل ضغط ونحاولوا لا فما كان خطر السنة جاتنا معناتها اون فاك دو بليسيور كبيرة، على إطار التدبير عاود نشكروا تاع النادي الأفريقي والكينيين الكل والمرافقين الكل، علاش خاطر الجيستيون نتاعهم تكون معقول سبيسيفيك للعباية وفيها شكون يكون موتيفي أكثر باش يرجع. الحمد لله اليوم فما عدد رجع تخاف مجموعة كما قال سي نبيل، بعد تقعد مستوى وقاعدين يشارك في المباريات الأولمبية، فما شكون اللي مازال يجري، مازال عنده مخالفات مخالفات إصابة، صيف تقارن مازال قاعد يجري، نعرف وليد ثوادي وكوليبالي ومع حمزة وأسامة اللي مازالوا زاد مع فترة تأهيل البدني، دونك من الأحداث اللي كانوا لاعبين في الدربي اليوم يرجعوا منهم. برانسيب معناتها نجم المدرب يعمل فيهم 4 أو 5 من الأحداث اللي كانوا لاعبين في الدربي، نجم عنده لومبار دي شوية، نجم يكونوا كونفوكي ونجم وسيلة جديدة تاع ضغط. بالنسبة لنا احنا بون احنا ما عندناش مشكلة مع شكون الحكم اللي يعين، أما اللي ديما نقولوه معناها إذا كان تحتاج قبل حتى التعيين يكون ثم ارجيومون، معناها من ذول اللي عملوا التسامح في جرجيس في اخر جوله ما كانش واحد فيهم هو حكم. معناتها يظهر لي ما نحبش نعطي تقييم الحكام، لكن معناتها وسيله تاع ضغط جديده ما نعرفش كان توت فاسون ما خرجش هو تعيين، بدات هما عندهم معلومات شكون باش يتعين وشكون لا، يمكن احنا ما عندناش، هما قالوا يزون انتيسيبي بيتيتر، ثم شكون قال لهم بيتيتر قال لهم احتاجوا بالطريقه هذه، طريقه جديده بها تاع احتجاجات، احنا كي نحتاجوا على تعيين تاع حكم عندنا لي زارغومون تاعنا، سي با بور ميتر لا بريسيون على الحكم، عندنا لي زارغومون، ذكر الاحتجاج الوحيد اللي قمنا به واللي اليوم احنا مقتنع به هو وقت الاحتجاج تاع الموسم الفارط تعيين هذه المباراه، خاطر اعتبرنا كونه المباراه فيها برشا ضغط عليه هو كحكم شاب وكل ذاك، هو الارغومون اللي قلناه. بالنسبه للارغومون للتهديد نتاعهم هما احرار معناها يقولوا اللي يحبوا، نتمناو كون الجامعة ولا الحكام ما ينساقوش ورا المرادية. النادي الأفريقي معناتها نعتبر اللي تقامت ضد حملة من موسم الفارط فيما يخص الهفوة التحكيمية وقعدت كل مرة تلصق وراه، وألوركو ورينا معناتها بأمور علمية ورينا العيان معناتها الناس الكل كيفاش النادي الأفريقي تظلم في عدة مباريات، في عدة مباريات ما خداش حقه، في عدة مباريات المنافسين نتاعو خداو حاجات ماهوش نتاعهم، معناتها الحملة اللي قامت ولليوم متواصلة واليوم مازالوا لي كونسيكونس نتاعها على النادي الأفريقي ظاهرين في انطلاقة الموسم. نخليه اللي ديما يردوا بالنا ونعطيو مساج للهيكل المختصه نتاع الجامعه وتاع لجنه التعيينات كونه ما معناتها يوفر باسي المساج للحكام نتاعهم كونه ما يساقوش راه الحملات هذوما والضغط هذا اللي يتقالها وباش ننسحبها وفلان ما تحطوليش وفلان حطولي، واحد واثنين لازم يكون ثم دي سانكسيون كيف ناس اذا كان الناس غلطت باغ اكزومبل في حق النادي الافريقي في مباراة ولا حاجة نحاولوا نعاقبوها مش نكرموها. للأمانة ما نعرفش شنو هما الكريتير اللي مشيو عليهم في تعيين، ما نحبش تدخل تحته برشا سقف، لكن ما نعرفش شنو هما الكريتير اللي مشيو عليهم في تعيين حكام دوليين. نعتبر اللي يوسف السرايري ما عداش مباراة طيبة في اللي نحن في سيل بوزيد، ورغم ذلك ريناها اليوم ولا دولي يقولوا له مبروك، احنا ما عندناش مشكل كشخص لكن كحكم رينا احنا اللي هو قام بهفوات مع تدورة نتيجة المقابلة ومنهم هفوة من الهفوات خلتنا اليوم خاسرين لاعب من اللاعبين نتاعنا ما نجموش نعملوا عليه. نتمنى المباراة تقعد في الإطار هذاك ما تدخلوش في المتاهات، ما نحبوش معناتها هذايا وسيلة ضغط، إن شاء الله ما نشوفوش تحركات برشا من اللاعبين ومن البنك تاع طارق جرجيس على الحكم في كل تصفيرة. طارق جرجيس فريق محترم برشا، النادي الأفريقي فريق محترم برشا، تكون مباراة مش بتكون الأولى ولا الأخرى، وإحنا جاهزين وبحول الله الأمور هذايا اللي برا ما تكونش مؤثرة.